الصحفيين الكرام، الجمهور الكريم، تحية كبيرة أقول لواحد سيد صاحبي اللي تقريبا واحد الصداقة ديال 30 عام ما كنتفرقش أنا وياه. أنا وياه بدينا في هاد الفرقة الكوميدي، بدينا في هاد الجمعية، بدينا في هاد المهرجان. تحية كبيرة لخويا الشرقي الساروتي اللي خويا اللي مولاك مشدية موي. استمال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان كوميك من استمال. الحمد لله اليوم كيصادف بأنني مكرم مع جزء من الفنانين والصحفيين والناس ديال المجتمع المدني. الامور داز مزيان تبارك الله، الحمد لله الافتتاح كان جميل جدا. انني نتكلم مع سيدي محمد الجم، سيدي محمد خويي، مع سيدي محمد الناجي، مع سيدي شحتان، مع زهور سليماني، مع واحد المجموعه ديال الفنانين والصحفيين. كما شفتوا القاعه كانت عامره بزاف، كان حضور كثير من الجمهور ديال مدينة سليمان اللي كنعرفوا على ديما هي مدينة ديال الفن وديال الثقافة. وكنتمنى المسيرة تبقى غادة إن شاء الله، نشوفوا العام الجاي الدورة الرابعة. وتحية كبيرة لخويا الشرقي المدير ديال هذا المهرجان اللي هو كوميك سليمان، وأنا كنطلب من الناس المسؤولين أنهم يعاونوا هذا المهرجان هذا، لأن المهرجان ما مابقاش وطني، ان شاء الله غادي يولي دولي ومهرجان في المستوى. قلت لي شي علاقه ديال الفنان مع الفنان. الشرقي الساروتي هو صديق ديالي. بدينا من 85 من سباق المدن، انا وياه تقريبا واحد 30 سنه واكثر من اصحاب. ولادي تقول لي عمي، وليداتي تقول لي عمي، انا وياه نشارك الاخوه ونشارك الفن، والحمد لله لاني حاشم لقيت اللي انا محتاج لها. هذا اعتراف بما قدمه جواد الزيح هذه السنين الطويله مع مسرح الحي في السينما وفي المسرح في السيت كومات وفي المسلسلات، والحمد لله احنا باقيين غادي كنبقيو مذاكرين جديد ان شاء الله.